يا زون ميكس في تغطيتنا لمقابلة سي اس اس والكلوب وتصريحات ما بعد المقابلة مباشرة من الطيب المهيري مع زميلنا فاضل بوجنيح. فاضل أهلا بك من جديد. مرحبا بك من جديد اسلام. معنا معناها كما نقولوا مفاجأة مباراة اليوم، معناها تقريبا ابرز لاعب في ارضية الميدان اللاعب الليبي الدولي الليبي محمد صولا. محمد اليوم كما قلت لك ساعة اسلام كان قدم معناها مباراة كبيرة وكبيرة برشا، ومعنا محمد باش يحكي على الظهور الاول نتاعو مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي في اول مباراة، اول هدف زي الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. محمد اليوم كي شفت المباراة؟ طبعا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني اول ظهور لي مع نادي الصفاقسي بعد الاصابه اللي تعرضت لها مع المنتخب الوطني. الحمد لله يعني اول مباراه ضد فريق كبير ايضا كلاسيكو كره تونسيه، الحمد لله يعني ظهرنا بشكل كويس احنا وباقي اللاعبين، واهم حاجه 3 نقاط الحمد لله لعبنا بقلبه وقدرنا نحصل 3 نقاط. محمد شفنا اليوم تفاهم كبير بينك وبين محمد بن علي، معناها عشيره اليمين هو في المدافع الايمن وانت القدام، معناها معناها انديري عندكم برشا تلعبوا مع بعضكم. اكيد لي فتره انا نتمرن مع الفريق زي ما قلت لك، وبس المشكله اني انصبت مع المنتخب في مباراه ودلاش اني ما قدرتش نلعب الفتره اللي فاتت. بس صح معنا اسلام اللاعب كان محمد صولا كان معنا لاعب معناها قدم معناها اداء كبير وكبير برشا في معناها في الشيره معناها في الناحيه الهجوميه من الشيره اليمنى، وكيف كيف اليوم في المباراه اسلام كان مع معناها ثم لاعب في الشيره الهجوميه من الناحيه اليسرى حسام بن علي كان قدم مباراه كبيره وكبيره برشا، رغم اللي هو اللاعب هذا ما سجلش اليوم لكن كان تقريبا معناها قلق برشا دفاع فريق النادي الافريقي. حسام بن علي معنا، حسام اليوم المباراه ظهر لي على الاول ما كانتش سهله لكن في الشوط الثاني كنت في طريق مفتوح لتحقيق الانتصار. صحيح قبل كل شيء الحمد لله 3 بوان في وقتهم رياكسيون باهية بعد ماتش تطاوين الحمد لله. انا نقول لافونتاج اني ماركينا من الاول هذاك اللي سهلنا الماتش اكثر، خذينا اللعب اكثر الحمد لله. اليوم كنا حاضرين سيرتو لو بلون، تقلقنا شويه ميتون الاول في من بعد البونتو واخرنا شويه، مي الحمد لله رجعنا ريكوبيرينا رواحنا ورجعنا الحمد لله. تو بليز امبورتون 3 بوان، عندنا ماتش بليز امبورتون الجمعه الجايه في الجزائر، عندنا جمعه لازم نحضروا فيها بالكدا ان شاء الله ربي يجيبنا في الثواب ان شاء الله. إذا اسلام كما كنا نسمع فيهم الملاعبيه معناها توا حار معناها واعيين بدقه المرحله خاصه معناها المباريات معناها لي زيشيونس اللي يستناو في فريق النادي الرياضي الصفاقسي خاصه في سباق رابطة الابطال الافريقيه، نجم نقولوا للمباراه اليوم بتضعد معناها بروفه معناها ممتازه جدا للفريق يحضر بها مباراه فريق مولديه الجزائر اسلام. ايوه هذا كان ولو تصريحات محمد صولا وحسام بن علي في انتظار بعض اللاعبين اسلام، ولو انه مش مؤكد معناتها الخوض المقابلة ضد المولدية معناها بعد نعرف الكاف الديسيزيون نتاعها المقابلة باش تعاود نتاع الإياب أكيد. لو كان فما تصريحات أخرين ميساش كامل معاك فاضل سواء من الكلوب ولا من السي اس اس. بالفعل اسلام تو حاليا الزوز فرق كان موجودين في حجرات الملابس، احنا تو قاعدين في الزون اسلام بنكورات تقريبا كل اللاعبين متواجدين خاصه معناها خصوصا فريق النادي الافريقي ولا فريق النادي الرياضي الصفاقسي متواجدين في حجرات الملابس نتاعهم، ننتظروا اذا خروج البعض منهم باش ناخذوهم في المباشر معنا اسلام. باهي نستغلوا الفتره هذه لوطون اللي خرجوا الملاعبيه، مساج تحكي لنا على وضعيه عيني عمامو فاضل اللي كان غايب اليوم على المقابله وكلام برشا كلام على مستحقاته الماليه وتجديد العقد مع السي اس اس. بالفعل اسلام اللي معناها الهاني عمامو ما كانش متواجد اليوم في المباراه، الحديث انه سالنا بعض الاطراف في النادي الرياضي الصفاقسي اسلام، الاطراف هذه معناها سالناها على الوضعيه نتاع اللاعب هاني عمامو، اكدوا لنا انه اللاعب هاني عمامو معناها مش متواجد في التشكيله ومش متواجد حتى في ورقه المباراه ولا مع المجموعه اللي كانت معناها كونفوكي المباراه النادي الافريقي بسبب النقص في الجاهزيه نتاعو. نعرفوا ان اللاعب هذا معناها مازال كيرجع من فيروس كورونا، مازال معناها كي تعافى من الفيروس هذا، كان غاب عن النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا 20 يوم بسبب تعرضه للفيروس هذا. اذا الاطراف الفريق اكدت لنا انه مش متواجد بسبب النقص في الجاهزيه البدنيه اسلام، لكن من شيره اخرى تم برشا حديث هنا في صفاقس انه اللاعب هذايا معناها لحد الان رافض انه يجدد العقد نتاعه مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. دونك ثم حتى كلام انه اللاعب ينجم ينزل للامال، هذا معناه في انتظار التاكيد معناه الايام القليله القادمه هي اللي باش توضح طبيعه العلاقه بين النادي الرياضي الصفاقسي واللاعب هاني عمامو. نعرفوا هاني عمامو ابتداء من الشهر المقبل ينجم يمضي على عقد مبدئي مع اي فريق، نعرفوا انه مازال في الكونترا نتاعو تقريبا 6 شهور اسلام،
دونك المساله اما معناها كيما تنجم توفى في الايام القليله القادمه هذا حسب ما اكدته لنا بعض الاطراف، لكن كيما تنجم المساله هذه تتجه نحو التصعيد بين اللاعب والفريق والنجم، حتى اذا كان هاني عمام واذا كان صحت الاخبار انه رافض كليا معناها الامضاء على عقد جديد مع فريق النادي الرياضي الساقسي، النجم نقول لك سلام انه اللاعب هذا ماهوش باش يكون متواجد مع فريق النادي الرياضي الساقسي من هنا فصاعدا سلام. دونك الايام القليله القادمه هي اللي باش توضح حقيقه معناها العوده نتاعو من عدمها، اذا كان باش يصحح نتخيلوه باش يرجع اللاعب هاني عمام مع المجموعه، لكن اذا كان ثم معناها كما نقولوا تردد من شيرته هو ولا حتى رفض للامضاء نتخيلوا ما عادش باش يكون متواجد مع النادي الرياضي الساقسي، خاصه انه الدفاع حاليا ما فيش مشكله بالنسبه للنادي الساقسي الثنائي خاصه نور الزمان زموري ومعه محمد علي جويني، ونجم نقولوا معهم زاد اللاعب قائد فريق منتخب الاواسط اللاعب علاء غرام، الثلاثي هذا كان برهن على قدرات كبيره معناها عند الانضمام نتاعو للتشكيله نتاع النادي الرياضي الساقسي. دونك المشكله سلام لهنا ننتظروا الوقت انه باش نشوفوا اسكو اللاعب هذا باش يعود او لا للنادي الساقسي. سلام لو كان فما مسؤول ولا حد من المسؤولين نجموا ناخذوه بخصوص الموضوع هذا فضل. بالفعل احنا بانتظار بعض المسؤولين وبعض اللاعبين، معناها تقريبا الناس كل متواجده في حجرات الملابس الداخل في الايدوش، فهمني احنا موجودين في المان كورونت اسلام تقريبا جميع المسؤولين نشوف كل شيء توا في الزملاء الصحفيين واقفين في المان كورونت ينتظروا في خروج اللاعبين ولا حتى المسؤولين معناها من هذا الفريق او ذاك. دونك نستناو احنا نلقاو شي شكون ناخذه معنا في المباشر اسلام. سينو فاضل حراس المرمى اليوم عملوا ديفيرينس خطا عاطف الدخيلي اعطى الهدف الكلو للسي اس اس وتصدي ايمن دحمان خلى فريقه في المقابله. بالفعل اسلام اليوم تنجم تقول اللي معناها انه معناها التصدي نتاع اللاعب الحارس ايمن دحمان هو اللي خلى الفريق نتاعه في المباراه، ومن شيرة اخرى زاده معناها الخطا نتاع عاطف الدخيلي هو اللي نجم نقولوا قلب المباراه مع معناها الفريق النادي الافريقي. اذا معنا الان المدرب لسعد الدريدي مدرب النادي الافريقي اسلام في المباشر. دونك سي لسعد كيف شفت المباراه اليوم؟ معناها كما توقعنا مباراه النادي الافريقي باش تكون مباراه معناها مشيقه، كناش نتصوروا معناها لونتام دو ماتش، خاطر شفتوا بالنسبه لنا احنا دخلنا ماتش خاسرين 5 مينوت خاسرين واحد شيء، معناها صعيبه كانت علينا، لكن بعد رجعنا عملنا رياكسيون، جات معناها البراد نتاع ايمن دحمان ممكن هي اللي عملت خلات السي اس اس متقدم الشوط الاول، خلقنا كره الاولى تاع باسيرو ومن بعد جات كره شماخي ما دخلتش، ظهر لي الشوط الاول بعد الهدف كنا افضل، الشوط الثاني معناها حاولنا نكونوا اكثر متوازنين ونحاولوا نستغلوا الاخطاء نتاع السي اس اس. مباراة كاملة تلعبت على الدوزيام بال، شفنا سي اس اس يلاو الشوات في الجو ديريكت ومن بعد في الدوزيام بال، وتحدثنا لهذا قبل المباراة وبعد المباراة. في اليوم وقت اللي تشوف معناها لي تروا جوار دو ميليو تيران تاع سي اس اس اللي ربحوا براتيكمون 80% لي دويل الى الدوزيام بال نتاعهم، تفهم علاش سي اس اس ربح 3 عزيدة. حاجة أخرى لي زيرور انديفيدويل اللي صاروا اليوم 3 أخطاء فردية، ظهر لي ضربة الجزاء هي اللي قدمتنا معناها كنا نجموا نتلافاوها، والهدف الثالث معناها ملاعب كيما لاعب سولا تعطيه كورة بالبوتونسيال اللي عنده، كانت كورة عندنا معناها عطينا بال للادفيرسير، ظهر سي اس اس عرف كيفاش يستغل الاخطاء نتاعنا الفرديه، وعرف كيفاش يلعب على المونت ديكسبيريونس الموجود عند الملاعبيه نتاعنا. ما عندي ملوم الملاعبيه الصغار اليوم في النادي الافريقي، ملاعبيه 17 و18 سنه ابار وسام يحيى وشويه معناها عاطف الدخيلي، كي تشوف معناها ايش لاعبين الملاعبيه هذوما فاهم اللي اليوم لعب اول مباراه عنده في الفريق الكابر، ما عندي ملوم عليهم يعطيهم الصحه، مالوروزمون معناها كانوا نجموا يعملوا افضل، لكن هذيك هي الكوره نتحملوا مسؤولياتنا. مبروك للنادي الساقسي وحظ اوفر النادي الفقي. اسلام كما سمعنا المدرب لسعد الدريدي كان شخص تقريبا الاحداث بتاع المباراه. اسلام كما تحدثنا ساعه في على مواجهة راديو اكسبريس اف ام قلنا انه المباراه حكمت فيها خاصه في الشوط الثاني الاخطاء البدائيه بتاع دفاع النادي الافريقي. المدرب لسعد الدريدي حاليا كان تعرض للاخطاء، هذه الاخطاء كانت كارثيه تقريبا خاصه من الناحيه اليسرى بتاع فريق النادي الافريقي، بالإضافة للتصدي الحارس أيمن دحمان هو اللي خلى الفريق نتاعه في المباراة نتاع الرأسية نتاع فريق النادي الأفريقي في الشوط الأول إسلام. دونك كما قلت لك إسلام المباراة اللي حكم فيها هو معناها الأخطاء الدفاعية الكبيرة نتاع النادي الأفريقي، الإضافة الكبيرة اللي قدمها اللاعب محمد صولا في هجوم النادي الرياضي الساقسي اليوم، وإضافة إلى بعض الأخطاء كما اللي تحدثنا عليها إسلام هكا اللي عمل الفارق اليوم في المباراة بين النادي الافريقي والنادي الساقسي. نستناو اسلام الاطار الفني نتاع النادي الرياضي الساقسي. اي موجود هذا قد معنا فاضل موجود بحذاك مازال.
نعم اسلام موجود بحذاك ولا لا مازال؟ لا لا اسلام مازال في الحجرات حجرات الملابس. انا اقعد معايا لحظه اسلام، انا اتخنى الفيستير نشوف ونلقاو شي واحد منهم متواجد. اسلام دونك مازال الاطار الفني مازال فاضل. اقعد معنا مثالش. كان بريفيو يكون معنا نيس الناصري الساعه الثانيه نتاعنا اليوم، تلاقى من الساعه 4 تفاهمنا معاه، حتى كنا معاه صباح بالتليفون. ان شاء الله يكون المانع خير، مازال ما تحقش بينا نيس الناصري. ان شاء الله يكون المانع خير. دونك نحاولوا حتى نتصلوا به، ماهوش قاعد نتحصلوا عليه. على كل نواصلوا في التصريحات مع فضل بوجناح، فما شكون بالفعل هو احنا رجعنا حاليا لارضيه الميدان. اسلام متواجد المدرب النادي الرياضي الساقسي انيس بوجلبان، نيس بصدد القيام ببعض التصريحات. نسمعوه نيس مع بعضنا الناس كل. ثلاثي جوار تكنيك اللي نعرفه مش جديد علينا، لاعب منتخب الليبي عنده الامكانيات. نعرف انه قوته كي تبدا الكره في الساقي مش من اللاعبين اللي يحبوا برشا العمل الدفاعي، لكن كي حيطلب يصير قلت له كون صحيح في الوقفه نتاعك دفاعيا وسيرتو خذ كره وبروفوك، لانه هذيك هي البون فور نتاعك انك تخلق الفارق في الواحد ضد واحد، وانك يعني في لي سيتياسيون هذه خذ حريه كامله في 30 متر الاخيره. بس برشا اللي قلتو انا. اي بالضبط. انيس مرحبا بك على المباشر اذاعه الساقسي. انيس اليوم نجم نقولوا انه نادي الرياضي الساقسي استغل التقدم في النتيجه مع تقريب 5 دقائق لعب، معناها كان مثل حافظ رجع التالي شويه بعد الهدف الاول، لكن في الشوط الثاني استغل كما يجب اخطاء الدفاعيه القاتله في دفاع النادي الافريقي. صحيح، ممكن اكثر حاجه قلقتني انه بعد ما سجلنا الهدف وخرنا، يعني ما تجمش بعد ما تسجل الهدف اول 5 دقائق ترجع. ممكن هذه الحاجه اللي قلقتنا، ممكن صلحنا التمركز في بين الاشواط، والحمد لله انه الشوط الثاني كان فيه ريتم، كان فيه فرص، كان فيه اهداف. نتصور انه على الاجمال راضيين على الاداء نتاع اللاعبين اللي فوت، نحاولوا ديما باش نصلحوهم، لكن مهم جدا ان نخرجوا من الكلاسيكو هذا بانتصار، وانتصار كبير يخلي الاجواء طيبه ويخلي الضغط ينقص شويه ويخلي بيان سور تحضيرنا للمباراه الجايه نتاع الشامبيونز ليج احسن بيان سور. مشكور انيس بوجلبان، كما قلت لك تقريبا نفس التصريح نتاع كسوة انيس بوجلبان اسلام المدرب الاسعد الدريدي، اجمع انه النادي الرياضي الساقسي ما سرقش الانتصار نتاعه ويستحق الانتصار العريض. هذا الانتصار هذا باش يخلي النادي الرياضي الساقسي يقوم بالتحذيرات اللازمه في ظروف مرتاحه، معناها الاجواء باش تتحسن في فريق النادي الرياضي الساقسي، لكن في المقابل نتخيلوا انه باش يلقي بظلاله على اجواء فريق باب جديد. اسلام نجموا ناخذوا لاعبيه من الكلوب ولا مازال؟ سلام نستناو فيهم، احنا حاليا توا في الفيستير نستناو فيهم يكملوا الدوش نتاعهم ويخرجوا. اقعد معايا مثال فاضل، خلينا نعطي نتائج الجوله الاولى من بطوله كره اليد. في المجموعه الاولى ماتش لتوال وسليمان وقاعة تأجير، بني خيار كانت فازت على ملعب التونسي 28-25 المقنين المعفيات من الجوله هذه. في المجموعه الثانيه الاسبيرونس ورادس وقاع تأجير الماتش هذا، الشيحيه مع مساكن الماتش وقف في الدقيقه 12 من المقابله بسبب حاله الميدان، في حين قصور السيف معفيه من الجوله هذه. المجموعة الثالثة الحمامات كانت فازت على جندوبة 28-13، جمال كانت فازت على السيابي 24-18، الكلوب معفى من الجولة هذه. في المجموعة الرابعة سقيت الزيت ومنزل حر غياب نادي منزل حر على المقابلة هذه، المهدية كانت فازت على اتحاد منزل تميم 36-23 ومقابلة طبولبا واتحاد صيادة وقع تأجيلها. فاضل فما شكون معك ولا؟ لا اسلام مازلنا ننتظر خروج لاعبين النادي الافريقي من الفيستير، معناها تقريبا كل اللاعبين متواجدين غادي، معناها باستثناء المدرب الاسعد الدريدي اللي قاعد يقوم بالتصريحات واللي اعطانا تصريح لاكسبريس اف ام، لكن البقيه ما فما حتى لاعب في النادي الافريقي خرج من الفيستير. اسلام خلينا نعطيو اهم نتائج لحد الان في البريمير ليج. اليوم كريستال بالاس كانت نهزمة ضد ليفربول 7-0، حاليا نص ربع ساعة لعب في مقابل ساوثامبتون متعادل مع المان سيتي دون اهداف. ايفرتون 6:30 تواجه ارسنال، 9 متاع الليل نيوكاسل تواجه فولهام. في الليك ان فرنسا 5 ميس ليكيب متاع ديلان برون تواجه لونس، 7 الويم تواجه رانس، نيس تلعب 9 مع اولمبيك ليون. في الليك 2 كليرمون تواجه متقدمة حاليا في ساعة لعب على باري اف سي، باري اف سي ليكيب متاع علي العادي الاساسي في المقابلة، في حين تولوز متقدم على لوهافر 3-2، لوهافر ليكيب متاع ايمن بن محمد لاحتياطي في المقابله هذه. بقيه المقابلات في البوندسليغا اوكسبورغ متعادل مع فرانكفورت في الميتون الاول دون اهداف، جلادباخ متقدم على هوفنهايم 1-0، ماينز متعادل مع فيردي بريمن دون اهداف، لايبسيتش متعادل مع كولن
دون اهداف. الياس الصخيري كالعاده اساسي مع ناديه كولن شالكا متعادل مع بيلفيل دون اهداف. ستونس ليفركوزن تواجه في القمه نادي بايرن ميونخ. في الكالتشيو فيرنتينا متعادل مع فيرونا في 55 دقيقه لعب 1-1. السته سامدوريا تواجه كروتوني 9-4. بارما تواجه اليوفي. ايضا في الليغا الاتليتيكو فاز على التشي 3-1. 4-4 برشلونه تواجه فالنسيا في القمه. ستونس ليفانتي تواجه سوسيداد. ستونس ايضا اوساسونا فيا ريال 9. سيفي تواجه بلد الوليد. وايضا هذم اهم المقابلات في الليغا. في بطوله تركيا ترابزونسبور كان فاز على ريزاسبور 2-1. ياسين مرياح كان لعب مقابله كامله في حين منتصر الطالبي غايب على المقابله. مالاتيا سبور فاز على قاسم باشا 2-0. اسامه الحدادي كان اساسي في المقابله هذه وخرج في الدقيقه 60. نعم طلع فاضل بوزنيح في صفاقس. فاضل اهلا بك. مرحبا بك من جديد. اسلام فماش جديد لحنا في فيستيرات، مازلنا نستناو في خروج لاعبين النادي الافريقي اسلام. واضح. بين الحين والاخر باش يخرجوا من اللاعبيه. انا معاك اسلام، تو خروج بعض اللاعبين ناخذ منهم تصريحات اسلام. مش مشكل فاضل، تلقاو ان شاء الله بعد في النشرات نتاعنا. اسلام اسلام معايا، اقعد معايا. اسلام معايا تايزون كما يحلوله الاولاد يعيطوا له اصحابه. محمد بن علي اليوم مباراة كبيرة اليوم قام بها لاعب محمد بن علي، وكانت حصل على ضربة جزاء. ما يسالش محمد، ما يسالش معنا، قلت كما قلت لك اللاعب الظهير كيفاش؟ إذا سامي أكد لنا اللاعب محمد بن علي اليوم مش ديزينيي هو للتصريحات، دونك ينجم يتعرض للعقوبة من طرف الفريق، دونك يدلل بحق الملعق الإعلامي، وأكد لنا أنه اللاعب مش ديزينيي الماتش اليوم. واضح. يعطيك الصحة. دونك نستناو اذا خروج لاعبين النادي الافريقي اسلام، مازالوا في حجرات الملابس. مش مشكل، يعطيك الصحة فاضل على كل هذه التصريحات اللي امنتهم لنا. اكيد تصريحات لاعبين الكلوب تلقاهم ان شاء الله في النشرات نتاعنا اليوم تباعا. اكيد مازلنا في انتظار التحاق ضيفنا اليوم انيس الناصري، كان بريفيو يكون معنا تلاقى من ساعتنا الثانية من الربع، مازال ما تحصلناش عليه انيس. على كل فاصل موزيكا ثم مواصلين في زون ميكس.